السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا إخواني. إخواني أرجوكم أن تشتركوا في القناة وتفعيل الجرس وتدعمونا. إخواني أخواتي، إخواني معنا هذا الموقع كما تلاحظون، وهو موقع الربح من الأنترنت عبر السحب عبر البيتكوين وأيضا الباير وأيضا الديتكوين. توجد به عديد من الطرق السحب من هذا الموقع، فهو موقع صادق إخواني، وهذه هي واجهة الموقع كما تلاحظون. هذا هي واجهة الموقع كما تلاحظون إخواني أخواتي. وطريقة التسجيل في هذا الموقع، ما عليك سوى أن تقوم بالضغط على التسجيل هكذا وتقوم بالتسجيل هنا، تضع الاسم الخاص بك هنا، وأيضا تضع الجيميل وأيضا الباسور، ثم إعادة الباسور، ثم تختار الكاباتشا، ثم تقوم بالضغط على الكاباتشا هكذا وهذه الأيقونة، ثم تقوم بالدخول إلى الموقع وتقوم بالدخول إلى الموقع وسيرسلك الموقع إلى الحساب الجيميل الخاص بك، ثم تقوم بتفعيل الحساب من الجيميل إخواني هكذا. سيرسلكم رسالة إلى الجيميل، ثم تقوم بأكتيفي هكذا للتأكيد التسجيل، ثم عند دخولك ستفتح معكم هذه الواجهة. هذه هي الواجهة بعد التسجيل، عند التسجيل ستظهر لكم هذه الواجهة الموقع كما تلاحظون. هذه هي واجهة الموقع، وهنا طرق العمل في هذا الموقع. هذه هي طرق، خمس طرق للعمل في هذا الموقع. ونبدأ بطريقة العمل في هذا الموقع. هنا يعطيك الموقع خمس طرق للعمل في هذا الموقع. الطريقة الأولى عبارة عن زيارة المواقع هنا إخواني كما تلاحظون، توجد هنا عدد من الروابط تقوم بزيارتها. تقوم طريقة زيارة هذه الروابط، تقوم بالضغط هكذا، ثم ستظهر لك هنا 10 ثواني، تقوم حتى تنتهي هذه 10 ثواني كما تلاحظون. انتهت هذه 10 ثواني وسيضيف لنا الموقع كما تلاحظون 6 ساتوشيات كما تلاحظون. هنا قد أضاف لنا موقع 4.60 ساتوشي كما تلاحظون. هذه هي الطريقة الأولى كما تلاحظون. دائما تقوم بالضغط فوق الرابط هنا هكذا، ثم ستظهر هنا 10 ثواني هنا كما تلاحظون، 8 ثواني 7 ثواني حتى تنتهي 10 ثواني، وسيضيف لك الساتوشيات كما تلاحظون 6 ساتوشيات قد أضاف لنا الموقع كما تلاحظون. وصلنا 10.5 ساتوشي هنا إخواني. ويوجد هنا الطريقة الثانية، هذه الطريقة الثانية إخواني هي عبارة عن مجموعة من العروض تقوم بتحميل ألعاب أو زيارة المواقع. تقوم ب توجد هنا مجموعة من التطبيقات تقوم بتحميلها، عدد من الألعاب تظهر لكم هنا إخواني، تقوم بتحميلها وستحصل على ساتوشيات هنا. توجد هنا مجموعة من الطرق العمل إخواني كما تلاحظون. وتوجد هنا الطريقة الثالثة إخواني، هي طريقة زيارة هذه الروابط، تقوم بالضغط هنا هكذا إخواني، تنتظر 6 ثواني، ثم تقوم بزيارة هذه الروابط إخواني لكي لا أطيل عليكم، تقوم بزيارتها هكذا، تقوم بالضغط هكذا إخواني، ثم تقوم بزيارة هذا لكي لا أطيل عليكم إخواني، فقط تقوم بزيارتها. وتوجد هنا الطريقة الرابعة إخواني، وهي طريقة البنيس كما تلاحظون، تقوم بالضغط هكذا
تختار هكذا يا إخواني، ثم تختار الكاباتشا هنا، ثم تقوم بالضغط لكي تظهر، ثم تقوم ب كما تلاحظون قد أضاف لنا الموقع، قد أضاف لنا 10 ساتوشيات كما تلاحظون. وهذا البونيس تقوم بإعادته كل ساعة، يعطيك هذا البونيس كما تلاحظون كل ساعة يعطيك هذه العملية أن تقوم بها، وستحصل على 10 ساتوشيات هنا. وهنا يعطيك رابط الإحالة الخاص بك، هذا هو رابط الإحالة، تدعو إلى أصدقاء عبر الفيسبوك وتويتر والواتساب وأيضا الجيميل والسكيب، وأيضا كان لديك الموقع، ثم ستحصل على ساتوشيات من هذا الموقع إخواني كما تلاحظون، وهو موقع رائع إخواني وجميل وجد سهل، وهو صادق إخواني كما تلاحظون، والله هو صادق، ستسحبون منه مبالغ مهمة من هذا الموقع، فقط يجب عليكم العمل في هذا الموقع كل يوم. و طريقة السحب في هذا الموقع، تضغطون على ويلدرو ثم سيعطيكم مجموعة من الطرق السحب هنا إخواني كما تلاحظون، توجد هنا البيتكوين، يقول لك يجب عليك جمع 30,000 ساتوشي واللايتكوين 10,000 ساتوشي، ويوجد هنا الباير أيضا 10 دولار، الباير يعطيك 10,000 ساتوشي، وأيضا الروبي الباير يعطيك 10,000 ساتوشي، والبيتكوين هو الذي يجب عليك الحصول على 30,000 ساتوشي، ولكن البيتكوين هو البيتكوين هو الرائع جدا، وستحصل على دولارات من هذا 30,000 ساتوشي إخواني. هذا الموقع جد رائع إخواني كما تلاحظون، وهذه هي الساتوشيات التي حصلنا عليه الآن إخواني، سأقوم بالسحب عبر البيتكوين إخواني كما تلاحظون. الموقع رائع وسهل وصادق إخواني، والله هذا الموقع صادق إخواني، وستسحبون فيه إخواني بكل صدق إخواني، أنا آتيكم بمواقع صادقة إخواني. هذا كل ما يخص هذا الموقع إخواني، وأتمنى لكم أن تشتركوا في قناتي وتدعمونا إخواني، وتدعمونا تقوم بالضغط على الجرس إخواني كي يصلكم كل جديد إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.